يعتبر يوليوس قيصر أحد أشهر الشخصيات الرومانية، قائد عسكري وسياسي بارع نتيجة إنجازاته العظيمة وتأثيره الكبير في بعض اللغات اليوم التي تحوي كلمات مشتقة من اسمه بمعنى القائد، مثل كايزر بالألمانية وسيزار بالروسية، حتى أن الشهر الذي ولد فيه سمي باسمه تكريما له، شهر يوليوس. ولد غايوس يوليوس قيصر في 3 تموز يوليوز سنة 100 قبل الميلاد، وعلى العكس من المقولات الشائعة فمن المستبعد أن تكون ولادته قيصرية رغم معرفة الرومان بهذا الإجراء في ذلك الزمن، لكن غالبا ما كان يؤدي لوفاة الأم، لذلك كان يستخدم فقط لإنقاذ الجنين في حال وفاة أمه واحتضارها. لكن أم يوليوس قيصر أوريليا توفيت سنة 54 قبل الميلاد، أي بعد ولادته بنصف قرن تقريبا، سنة 75 قبل الميلاد. وخلال منتصف عشرينياته ارتحل قيصر من روما إلى جزيرة رودوس في بحر إيجا، والتي كانت آنذاك مركزا علميا هاما. كان هدف يوليوس قيصر أن يصبح أحد تلامذة الخطيب والبلغ اليوناني المشهور أبولونيوس، والذي كان من تلامذته أشهر خطباء روما القديمة سيسرو، لكن خلال رحلته اختطف القراصنة سفينته. وعندما حدد الخاطفون الفدية المطلوبة للإفراج عن يوليوس قيصر، غضب الأخير بسبب انخفاض قيمة الفدية بنظره وأصر على طلب فدية أكبر تناسب مقامه. في النهاية دفعت الفدية وحرر يوليوس قيصر، وعاد على رأس مجموعة من الرجال لينتقم من الخاطفين، وعندما تمكن من الإمساك أعدمهم جميعا. تزوج يوليوس قيصر زوجته الأولى كورونيليا سنة 84 قبل الميلاد، وبعد عدة سنوات فرض القائد يوليوس كورونيليوس سولا سيطرته على الجمهورية الرومانية وأصبح ديكتاتوريا عليها، أمر بإعدام جميع خصومه ومن بينهم أبو كورونيليا زوجة القيصر، وأمر يوليوس قيصر بتطليق زوجته وتركها. رفض القيصر الأوامر واضطر للهرب من روما. خلال فترة هروبه أصيب بالملاريا وقبض عليه أحد رجال سولا، وأجبر القيصر على دفع كل أمواله كرشوة ليبقى حيا، لكن في النهاية أقنع بعض أصدقاء القيصر وأفراد نافذون من عائلة القائد سولا بضرورة العفو عنه، وسمح له بالعودة إلى روما وإلى زوجته كورولينا التي أنجب منها ابنته جوليا سنة 76 قبل الميلاد. توفيت كورولينيا سنة 69 قبل الميلاد، وتزوج قيصر بعدها بسنتين من حفيدة سولا بومبيا سنة 62 قبل الميلاد. وخلال احتفال مخصص للنساء في منزل القيصر، تسلل أحد النبلاء متنكرا بزي من امرأة إلى الحفل وكشف أمره، وحامت الشائعات حوله وحول زوجة القيصر، فقرر القيصر تطليق زوجته مبررا ذلك بأن زوجته يجب أن تبقى فوق الشكوك. سنة 59 قبل الميلاد تزوج القيصر للمرة الثالثة من كالبورينيا، وبقي متزوجين حتى وفاته. عرف عنه بأنه زير نساء، فقد كانت له عدة عشيقات منهن كليوباترا وامرأة اسمها سيرلينيا، والتي كان لها ابنها ماركوس بروتوس دور في مقتل القيصر سنة 44 قبل الميلاد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.